اولا هذا شرف كبير ومسؤوليه كبيره ايضا، يعني هذا هو اللي خصني ناكد عليه، انه مسؤوليه جديده وايضا هو تشجيع للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اولا في الاستمرار في مسارها وتاكيد وتركيز على القضايا اللي تناولتها واللي ناضلت من اجلها. ربما رساله اخرى معاكسه هي التي يمكن ان نفهمها من هذه الجائزه، ان مطالب الحركه الحقوقيه المغربيه ومطالب الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان هي مطالب مشروعه، والنضال اللي خاضته الجمعيه من اجل هذه المطالب هو نضال يعني يعترف به امميا، وبالتالي يعني الانتقادات التي نوجهها للسياسات العموميه والدوله فيما يخص يعني مجال حقوق الانسان، يعني فضحنا العديد من انتهاكات حقوق الانسان، يتم الان يعني الاعتراف بهذه المساله هذه، وبالتالي الدوله المغربيه مطالبه بمراجعه سياستها وب يعني التعبير على اراده حقيقيه لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الانسان. اولا الاسره ديالي كلها في حركه تقريبا في حركه 20 فبراير، وبالتالي لا فرق بين انتمائهم للاسره ديالي ولا انتمائهم اما الحركه 20 فبراير او لفكري حركه 20 فبراير. ثم الجائزه هديتها للمعتقلين السياسيين بشكل عام، وفي ضمن من ضمنهم وفي مقدمتهم مناضلي معتقلي حركه 20 فبراير، لان نعتبر بان المعركه الاساسيه وذات الاولويه الان هي النضال من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، خاصه وان هناك يعني تصريحات رسميه للدوله مؤخرا والممثلين الدوله اللي كتنكر يعني وجود معتقلين سياسيين في المغرب، في الوقت اللي حنا كحركه حقوقيه وكائتلاف مغربي لهيئه حقوق الانسان لدينا اسماء ولوائح، وكنعرفوا يعني بان هناك محاكمات سياسيه عشناها منذ يعني انطلاق حركه 20 فبراير، وخاصه بعد ما بدات واحد الحمله انتقاميه ضد الشباب ديال 20 فبراير. القرار السياسي ليس في يد الحكومه، القرار السياسي في يد اجهزه اخرى خارجه عن السيطره لا ديال الحكومه ولا ديال البرلمان ولا غيره. الشيء اللي جعل يعني الاستبداد يرجع شيئا فشيئا، ورجعنا لواحد الوضعيه اللي تشبه ما قبل انطلاق حركه 20 فبراير، ديال التعسف وديال التسلط ديال الدوله وديال التحكم وديال يعني حنا كنشوفوا الحكومه غير قادره حتى على تصدر او تنفيذ ابسط النقاط في البرنامج ديالها، كيفاش انها مهمشه ما سيقاش الخبر الشطاريه في البلاد، والقرارات الجوهريه والاساسيه تؤخذ خارج يعني لهذه الاجهزه، وبالتالي حنا رجعنا لواحد الوضعيه اللي كنا يعني في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان دائما كنا كنعتبروا بان ليس هناك دور الحق والقانون، ليس هناك ديمقراطيه، ليس هناك اراده حتى اراده سياسيه لتغيير الاوضاع، ليست هناك هذه الاراده، هناك يعني واحد الضغط على الصحافه باش ما تقومش بالدور ديالها ديال التحقيق ديال البحث على ايصال المعلومه والبحث على المعلومه، لان الوصول الى المعلومه يساعد المواطن على تتبع الحياه السياسيه، على اتخاذ مواقف، على فهم ما يجري، وعلى التدخل في يعني وتتبع الشان العام. الجمعيه مادام هي ماشي متخصصه ما يمكن الا تناول كل شيء بنفس المستوى، وبالتالي ما يمكنش يعني تختص واحد المجال تبقى تناول غير هو. المواقف ديال الجمعيه في المساله الامازيغيه جد متطوره. الجمعيه من اول الهيئات اللي طلبت يعني حقوقيه اللي طلبت بترسيم اللغه الامازيغيه في 2007، وقبل من المطلب ديال الترسيم كان عندنا مطلب ديال يعني الاهتمام واعطاء كل يعني الاعتراف باللغه الامازيغيه كلغه وطنيه وادماجها في جميع مناحي الحياه العلميه. اي مناضل كان رجل او امراه كيكون دائما فاش يعني كتلتزم في مجال نضالي كيخصك تحيد لان الوقت من بلايص اخرى، لان 24 ساعه في النهار هي اللي كاينه، دونك خصك تنظم الوقت ديالك باش تقدر تفوق بين هادشي كامل. طبعا كاين تفاهم الاسره، وفاش كتكون الاسره يعني زوج مناضل والابناء حتى هما يعني متبنيين نفس القيام ومامنين بالعمل اللي كنديروا، كتكون سهوله اكثر يعني باش تقدر توفق بين الجميع. وفي العمل بعض المرات كيكون تفاهم ايضا من طرف الاداره، وكتقدر يعني تاخذ من بعض الاحيان من الوقت ديال الاداره لبعض الامور، وفي نفس الوقت عاوتاني راه كيكون العمل راه كتقوم بالعمل ديالك، دونك كاين هاد المحاوله ديال الموازنه بين هاد الشيء كامل ضروري.